تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، انطلقت أعمال مؤتمر التنمية الاجتماعية الواقع والتحديات 4 تحت شعار الشراكة المجتمعية والعمل الخيري، الذي ينظمه صندوق سار الخيري للتأكيد على أهمية تطوير العمل الخيري من خلال تحديث أنظمته الإدارية والهيكلية وتنويع مصادر الدخل لضمان استدامة أنشطة المؤسسات الخيرية. من منطلق توحيد جهود وإمكانات الأقطاب الثلاثة وهم الجانب الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية في العمل الخيري، يأتي مؤتمر التنمية الاجتماعية الواقع والتحديات 4 للبحث في توفير مصادر تمويل لإقامة مشاريع تنموية تعزز العمل الخيري وتمكن الأسر المتعففة من الحصول على كافة الامتيازات والحقوق، فضلا عن تشجيع مؤسسات المجتمع بأهمية المشاركة في برامج تنمية وتطوير المجتمع. صندوق سار الخيري ومجموعة من المهتمين والدارسين اليوم بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية يتدارسون موضوع الشراكة الاجتماعية وأثرها على العمل الخيري في البحرين. موضوع مهم وحيوي جدا، لأن الشراكة الاجتماعية تعني تضافر الجهود الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لخدمة العمل الإنساني والاجتماعي في البحرين. دائما نحتاج إلى فكر، إلى رؤية مستقبلية، إلى تشخيص للواقع وتشخيص للمشكلات وتحديد أوجه التطوير المستقبلي. مثل هذه المؤتمرات المشتركة الأهلية والرسمية تفرز كثير من التوصيات المهمة اللي تساعد على تطوير العمل. تطوير العمل الإنساني والخيري ضرورة ملحة في كل مجتمع، وإحنا إن شاء الله نتعاون مع الجميع للوصول إلى الأهداف المعنية. إن العمل الخيري يواجه اليوم العديد من التحديات في ظل عالم متغير يتطلب فيه تضافر جميع جهود الأطراف المعنية لمواجهة تلك التحديات، وفي مقدمتها التمويل الدائم للمشاريع الخيرية الذي يعد قوام العمل الخيري، فضلا عن وجود جهاز إداري يتمتع بكفاءة ومهنية عالية. أنا سعيد جدا أن أشارك في هذا المؤتمر اللي نظمه صندوق سار الخيري، أشارك بورقة أبرز دور سيد جلالة الملك في رعاية المحتاجين الأيتام والأرامل بأسلوب حضاري فيه تقدير وكرامة للإنسان، كيف نساعدهم علشان يكونوا مواطنين صالحين. قبل حوالي 3 أيام خرجنا 453 من أبنائنا اللي مستواهم فوق 90%. يتضمن المؤتمر ورش عمل تناولت عدة محاور، منها التكامل والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات خيرية وتنموية ونوعية للمجتمع، ودور الحكومة في تأسيس شراكة المجتمعية، إضافة إلى مناقشة الاستثمار المجتمعي وآليات التفعيل. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.